اما هلا نور رح اروح لاولى محطاتنا، وكثير من الشباب حاليا يسعى انه يكون له مشروعه الخاص وانه يطور نفسه من خلال مشروع يبتدئ في حياته العمليه ويحقق من خلاله كل طموحاته، وايضا في بعض الاحيان ان يتكامل العمل مع الدراسه الاكاديميه. اكيد سلمى، رياده الاعمال بكل المجتمعات هي عصب الحياه والمحرك الاول الى كلياتنا مطمح. كيف فينا نكون فعلا رائد اعمال ناجح؟ كيف فينا نطور نفسنا؟ وخصوصا يمكن نحن اليوم بتلاقي كل الشباب عم يسعى ليحقق هدفه ضمن ظروف صعبة استثنائية، ظروف حرب، ظروف اقتصادية صعبة على الكل. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور منير عباس، رئيس جمعية الموارد البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور منير. أهلا وسهلا فيكم. يا يعني دائما بنحكي عن المشاريع الصغيرة، الخطوة الأولى. كثير هلا صرنا نشوف إنه في مشاريع هي بأغلبها أونلاين صارت، أو يعني جزء منها مرتبط بين أرض الواقع وبين التسويق عبر الإنترنت. كيف بيقدر يبدأ أي شاب أو أي صبية حابين يبدأوا مشروع خاص؟ كيف بيقدر يبلش الخطوات الأولى؟ تمام. هلا أول شيء خلينا نبلش بتعريف ريادة الأعمال. رائد العمل هو الشخص الذي يقوم بإنشاء مشروع ابتكاري بخططه بنظمه وبنفذه في بيئة ليست تتصف بالتأكد. يعني الفرق بين رائد العمل والمستثمر العادي، المستثمر ما بيستثمر أمواله إلا بشيء مضمون. صحيح. أما رائد العمل فيخوض المخاطرة والابتكار. هذا الشيء يؤخذ له لرائد العمل، ودائما في عنده شغف لمشروعه، يعني هو أكثر واحد مآمن بمشروعه. نحن في عنا جانب لازم نضوي عليه اليوم ببرنامجكم، هو في تقصير بتدريس مقررات ريادة الأعمال بكل الفروع عندنا بالجامعات. يعني بتلاقيها تأخذ أكثر شيء بكليات الإدارية والاقتصادية، ولكن رائد العمل هو قد يكون طبيب، قد يكون صيدلاني، قد صحيح. يكون بمختلف الاختصاصات. فلذلك أنا بزكي أنه يكون واحدة من متطلبات الجامعية، مجرد أنه الإنسان دخل لدراسة فوق الثانوية أو حتى بالمراحل الثانوية، ما في شيء بيحد بدرجة علمية، أنه تأخذ هاي المقررات لتدريس كيفية القيام بمشاريع ناجحة ريادية. ريادة الأعمال هلأ صار فضاء واسع جدا، ما عادت مشروطة بعقار معين موجود. الآن العالم الافتراضي أعطى مساحة واسعة جدا لرواد الأعمال، حتى الناس اللي ما عندها أفكار ابتكارية صارت بمثابة رواد أعمال باستخدام خلينا نقول الجو السحابي هلأ بالكلاودينج. كتير محظوظين الجيل اللي هلأ أنا بقول لهم أنه بريادة الأعمال صار بإمكانك أنك تكون شريحة من المستفيدين بدون ما تكون عم تستثمر ولا ليرة بعقار أو استئجار أو ترخيص معين. لذلك بتلاقي الحكومات اللي عم تسعى لأنه تنظم عملية كيفية جباية الضرائب على المواقع الإلكترونية، بالخص بمواقع كبرى هلأ بالعالم، هي مشكلة كتير كبيرة كيفية مراقبة عملية الجبايات وعملية الدفع، وبالخص إذا في عملية دفع إلكتروني بتتم بعملية غير مراقبة. هلأ عن ريادة الأعمال أنا بشجع الموضوع كتير حاليا، وصارت أكثرية الأعمال بالخص الابتكارية والفكرية مشجعة جدا على الجو الافتراضي أنه تقدر تجيب مصاري. هي الحقيقة في عنا كتير مشاريع منبئة ومبهرة للأجواء هلأ، ومثل هلأ إذا بنشوف وضع شتوي مثلا بتلاقي تفكير الريادي كيف أنا ممكن استثمر هاي الفرصة لحتى أجيب منها عائد تجاري. مثلا ممكن بيع شماسي بقرنة كل الناس مقطوعين، أوكي. ممكن نجيب مثلا شيء ممكن يأكلوا الأشخاص واقفين على الدور. فبتلاقي الأفكار الابتكارية دائما منشأ الأساسي هو الحاجة. والفرصة هي بيشوفها الابتكاري أو الرائد للعمل قبل ما يشوفها الإنسان العادي. الإنسان العادي بيتشكى، بتلاقي بيشكي من أي شيء مانو روتيني، صار في عنده ظرف معين، مخاطرة معينة عاشها. بينما الريادي أوان بيطلع عليها بعين الاستثمار. فلحنا دائما بنحب نشجع شبابنا على ريادة الأعمال، وهالشيء عم نسعى له هلا حاليا، وصرنا عدة سنوات عم ندرب بهالموضوع، ولكن أنا بقول إنه نضجت الفكرة وصار وقت هلا إنه نقوم بريادة الأعمال، خليها تكون منهجية لشبابنا بحيث إنه يكونوا فريلانسرز مستقلين بحالهم أفضل ما يدوروا على وظائف روتينية. يعني هو أول شيء ينشل حاله ويساعد حاله من سوق العمل ويساعد آخرين ممكن يكونوا معه بالمشروع تبعه. يمكن عم نشوفها بالعشر سنوات الأخيرة وبالآونة الأخيرة ومع كورونا والحجر، كثير من الشباب عم تحاول يمكن تستثمر هيدا الموضوع، تمول مشروع الخاص عبر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. بس في كثير من الناس او الشباب هلا عم تحضرنا وعندها كثير من التساؤلات، حابه تبلش مشروع، بتقول لك انا اتبعت الخطوات الصحيحه على غرار صديقتي او كذا،
كذا، بس أنا ما قدرت كمل بهذا المشروع، ما قدرت أنجح. خلينا نحكي لأنه كلياتنا نطمح، يعني أي شخص يطمح يكون عنده مشروع خاص، لأنه الأوضاع أساساً الاقتصادية صعبة، فما حدا عم يقدر يشتغل شغل واحد، عم يكون في عندك شغل واحد واثنين وثلاثة. كيف فيني أنا بلش الخطوات الصحيحة والسليمة في ريادة الأعمال لكون رائد أعمال ناجح؟ تمام. هلأ أول شيء الفرق الأساسي بين الناس العاديين ورواد الأعمال أنه بيكون في عنده شغف لفكرته. يعني الأشخاص العاديين المن رواد أعمال مجرد أنه صار عنده أول عقبة بيستسلم خلاص، بيقلك ما عاد بدي المشروع. متعود على تفكير وظيفي، التفكير الوظيفي أنه يجيني بآخر مدة معينة زمنية راتب، هذا الأضمن والأفضل لألي. بينما رائد العمل مو هذا قناعته أبدا، فبتلاقيه دائما طموح وشغوف لفكرته ومآمن فيها. الشيء الأهم من هيك أنا بدي أقول لرواد الأعمال إنه هي الأمور تنظمت، صار في إلى دراسة مشاريع ودراسة جدوى اقتصادية وعم تتقدم مجاناً. يعني إحنا مثلاً جمعية إدارة موارد بشرية عم تقدم تدريب ريادي من 2008 لهلا، بنساعدك كيف تكتبي خطة عمل، كيف تنشئ المشروع. وأكثر شيء بيصدمنا كثير إحنا مثلاً بتلاقي رائد العمل بيقول لك أنا مشكلتي الأساسية التمويل، نيجي بنعطيه خطة المشروع، الخطة التسويقية والخطة المالية وآخر شيء خطة الموارد البشرية بدي يعملها بقلب مشروعه، بيقول لك لا المشكلة الأساسية ما أنا المصاري أبداً. يعني بيتنور أكثر، بيعرف أنه المشروع الابتكاري والريادي مو مشكلته التمويل أبداً، بالعكس بيقلك أنا أحسن ما أروح رتب عليه فوائد، بأخذ قرض معين من أحد من أقربائي، من ناس حابين يشاركوني بالموضوع. وهلأ خلقت موضوع حاضنات الأعمال وخلقت شيء اسمه مسرعات الأعمال. في شيء اسمه حاضنة أعمال، أنت فكرة ريادية، هلأ نحن إن شاء الله عم نسعى لها بالجمعية أنه نحن نعمل مثل حاضنة أعمال افتراضية بموقعنا بمنصة الجمعية، نحضن أعمال ابتكارية ولتكن مثلا تقديم استشارات قانونية، ولتكن إنشاء صفحة موقع تواصل، ولتكن يعني إدارة محتوى أكثر. تمام. للناس اللي عم تتابعنا كلياتها أنه بده حدا يكون فعلا يوقف جنبه يساعده في مشروع. لحنا هون أنا بتشكركم على البرنامج هذا لأنه هذا اللي بدي وصله هالرسالة. خليني أقول جمعيتنا أكيد في جمعيات تانية مشكورة عم تشتغل وأكيد يوم ما حيتضوا عليها. لحنا جمعيتنا عم تعمل شيء اسمه تدريب ريادة أعمال مدته 10 ساعات ل 15 ساعة، بيخلص منه رائد العمل عنده فكرة مشروع متبلورة على ورق مكتوبة كخطة. المرحلة الثانية منها كيف يعمل البادجت ويعمل الموازنة والأشياء المالية. لحنا حنساعده يوصل لمؤسسة إقراض تمويل صغير اللي هن شي 5 مؤسسات موجودين بسوريا، بيساعدوا بيعطوا قروض صغيرة قد تصل لل 20 مليون أحيانا. أوكي، يعني من مبلغ صغير لل 20 مليون. هذا رائد العمل بده إشراف، هون بيضيع كمان. يعني احنا عن طريق هذا النوع من الجمعيات الاهليه بتقدم خدماتها مجانيه وتطوعيه، بنراعي احنا انه بدنا نحل مشكله فرص عمل اكثر من راعي موضوع الربحيه، فلذلك يلجأوا لهذا النوع من الجمعيات. احنا بنساعدهم يوصلوا لسوق العمل، بنوصلهم بعلاقاتنا. بيئه العمل الافتراضيه اللي حطيناها هي منصه عليها متابعين أوردي، عليها آلاف الناس عم تتابعها، وتنعمل فيها رتم صغير، هي مشاريع ابتكاريه، ونقول للناس اللي بده ينشئ مثلا ويب لأله، موقع لأله، عندنا هذا الرائد العمل المستقل بإمكانياته، ممكن نحن نوصله مع بعض، نلعب دور الوسيط بين الاثنين. أنت بدك خدمة هذا المستقل، وهذا المستقل اللي احنا دربناه ونعرف تماما شو شغله، فبإمكانه يقدم هي الخدمة ويكون في طرف وسيط مصلحته خدمية اجتماعية أكثر ما تكون ربحية. فلحنا ممكن نوصلون ويشقوا طريقهم بهذا الموضوع. هذا الشيء اللي احنا كثير عم نفكر فيه جديا وعم يتبلور هلا الواقع خلال علاقات الجمعيه مع كثير من قطاع الاعمال. عم نوصل هدول المستقلين، في عندنا مثلا مستشارين قانونيين هلا صاروا موصلين، في عندنا ناس تشتغل بالتصميم جرافيك ديزاينر كثير مطلوبين بالسوق، وكثير في منهم رواد اعمال ما حابين يكونوا بالوظائف. فبتلاقي ممكن بكل سهوله يحصل مصاري افضل بكثير من وظيفه الى راتب معين. في عندك مهن اخرى كمان، دراسه تسويقيه، دراسه جدوى اقتصاديه عم يعملوها للشركات، هي كلياتها ما بدها دوام، يعني ما بدها تواجد فيزيائي للشخص، كلها بامكانها ترفع افتراضيا. هدول الاشخاص بس عم يحصلوا على اول عائد مادي، كثير عم تلاقي انه هذا الشيء عم يعطيهم ثقه بنفسهم وعم يحسوا حالهم انه فعلا صاروا على الارض، هنن ما انا عباره عن افكار خياليه ابدا. اكيد. هلا حضرتك وقت بلشت شوي ببدايه حديثك قلت انه مثلا ممكن يكون هلا مثلا بقلب الطقس شخص يبدا مشروع صغير مثلا يبيع شماسي، خلينا نميز شوي بين انواع المشاريع. عم تحكي عن رائد الأعمال، اليوم رائد الأعمال ممكن يكون أكاديمي مختص بشأن جرافيك مثلا، مختص بشأن إعلامي، مختص بشأن طبي، تختلف الاختصاصات عن الأشياء، عن خليني أقول أصحاب المشاريع الصغيرة اللي نحن نعرفهم المهنيين الموجودين. ممكن نلتقي فيهم بالشارع يوميا،
هذا يعتبر مشروع صغير وهذا يعتبر مشروع صغير، بس في فرق كتير كبير بين مقومات هذا المشروع مقومات هذا المشروع وديمومية والاستمرار. خلينا نميز كيف بيقدر هذا يحافظ على مشروع اليوم إذا بدنا نفيده، وهذا أيضا يحافظ على مشروع إذا بدنا نفيده. هل حضرتك أشرتي لنقطة مهمة جدا، بيخلطوا الناس بين مشاريع متناهية الصغر والصغيرة وبين مشاريع ريادية. السمة الأساسية لمشروع الابتكاري الريادي هناك فكرة جديدة متطورة لم تطرح من قبل. أما المشروع الصغير قد يكون بقالية، قد يكون بيع ساندويش، يعني شيء اعتيادي، شيء مجرب أيضا، دخل والناس شافته لأنه بيحقق دخل عملت منه استنسخته. أما المشاريع الابتكارية هي أفكار جديدة. دائما الريادة الأعمال هناك قيمة مضافة من فتح المشروع. على سبيل المثال وليكن أنه بقالية صغيرة بدي أقدم قيمة مضافة، قد تكون توصيل للمنازل مجانا، بدك تقدمي قيمة مضافة. الابتكاري والريادي يقدم شيء لا يقدمه الآخر. صاروا يعملوا ربط بين السوبر ماركت وتطبيق على الموبايل، فصار انه انت بتقدر تنقي اغراضك وتعمل كل شيء على تطبيق على الموبايل، بعدين في حدا بيوصل لك اياهم. هي برا يعني كثير مشهوده هي بسبب عوامل الطقس، ولكن جديده عندنا احنا، بحط لك كل الرفوف كلياتها مثلا على الموقع تبع البقاليه او السوبر ماركت الكبيره، بتنقي اغراضك وبيبعث لك الحساب مع الشخص اللي بيعمل لك دليفري. هي وحده من الافكار الابتكاريه. الابتكاري دائما بدي كمان ننوه لشغله، رائد العمل مو دائما رائد عمل عنده بزنس خاص له، قد تكوني انت بوظيفه رسميه ورائده عمل، يعني تجدين طرق وحلول ابتكارية لأداء وظيفتك، فأنت موظفة ريادية مو دائما رائد العمل دائما عنده مصاري وفتح مشروع وعاد ببيته واستقل. أفكار ريادية كتير كبيرة. طب حاطيكي بعض الأمثلة، بس الناس بتحب الفكرة الثانية بس مشان تقدر تعمل يعني أنت مثلا أنت بمجال عملك تقدمي طريقة خاصة فيكي أنت كمقدمة برامج ابتكارية بتميزك عن غيرك، بيقولوا هي فعلا رائدة عمل ليست مقدمة برامج اعتيادية. كل إنسان هو ابتكاري ورائد عمل. هي الشغلة يا ريت إنه ننشر هذا المفهوم. المفهوم الآخر كمان، رائد العمل يسعى دائما للابتكار والتطوير، مو بس بيمل من أول فكرة وبعدين هي أطلقته بالسوق وبعدين وقف تفكيره، هو مصنع أفكار. فهو دائما يرى أشياء لا يراها الآخرون. لذلك احنا في تدريب على الريادي، هلا احنا وقت بنعمل لهم تدريبات ريادية بيقول لك اللي ما عندي فكرة أنا شو أعمل، بعطيه مجالات واسعة، بقول له أنت بأنه مجال عايش، بعطيه من الحي اللي ساكن فيه كم فكرة ريادية من حاجة الحي. وأيضا الشيء اللي احنا بدنا ننوه عليه أنه ريادة الأعمال تنبع من حاجة، ما يراه الآخرون حاجة وتقصير يراه الرائد فرصة. يعني يمكن أشرت لنقطة كتير مهمة دكتور منير، الريادة هي أفكار. اليوم نحن بنعرف بيقول لك عنده فكرة حقها مصاري، هي يمكن تفتقر. ليش اليوم لمجتمعنا أو بالعالم العربي عم نشوف توجه مبدئياً بالعشر سنوات الأخيرة لهيدا الموضوع؟ لأنه بتقول لك أنه عندي فكرة بس ما عم أقدر نفذها. الناس المحيط بيقول لك أنه شو هالفكرة اللي طالعة فيها، ما في عندك هذا التحفيز الإيجابي، بتلاقي دائماً في تحفيز سلبي. بالسؤال الأخير للتحفيز الإيجابي من خلال جمعية الموارد البشرية لأي شخص عم يتابعنا من خلال الدورات اللي عم تقوموا فيها، لفعلا أي شاب يكون عنده سند يقبل يقدر يبلش مشروعه، يقدر فعلا يقول أنا فكرتي مثل ما خبرتكم فعلا ممكن تعمل شيء مهم، لأنه أحيانا محيطك بيكون هو للأسف سلبي بيحبطك من بداية المشروع. صحيح. أول شيء بدنا نخبرهم أنه كيف ممكن يتواصلوا معنا. إحنا عنا صفحة على الفيسبوك IHRM سيريا، IHRM سيريا، ممكن يتواصلوا. إحنا بنعلن عن دورات ابتكارية وليكن في عنا دورات تحفيز ذاتي، في عنا دورات وضع خطة، في عنا دورات وضع خطة ريادية من الأساس، في عنا دورات ريادة أعمال، في عنا دورات كيفية إنشاء فكرة من لا شيء. كلاتها هي لازم يتبعوها. هي دورات عم تتقدم غالبيتها 99.9% مجانية وتطوعية للأشخاص. يعني أنت عندك فكرة مالك عارفانة كيف تحوليها لواقع. فلحنا دائما الابتكاري والريادي لحنا مننور له طريقة بطريقة انه انت تشوف هي الفكرة طول عمرها حتضل فكرة اذا ما انقلبت لخطة وواقع. لحنا منساعده بعملية هالوسطة هي الصغيرة انه كيف تحول هي الفكرة وانت عايش احلامك وعم بتطير، رجعك على الارض، توقف على الارض باقدام ثابتة بخطة حقيقية. فعندك في كتير دورات تدريبية لازم يتبعوها. وهني في بعض الاشخاص بيقول لك شو بدها تعملي هي الدورة التدريبية؟ لا بدنا واقع، انا بدي لو يعطوني بس مصاري انا بعرف اعمل افكار ريادية.
ابدا ابدا صحيح. ابدا فيني اقول لك نسبتهم لهلا بين 6-8% اللي لقوا انه المشكله هي مشكله ماليه. من الناس اللي اتبعوا الدورات التدريبيه على مر السنوات ابحاث علميه بتقول لك هالشيء هذا، بس تعرفي تكوينات الخطه اللي هي عباره عن خطه تسويقيه وخطه ماليه وخطه موارد بشريه بتلاقي انه الخطه الماليه هي اقل ركن ممكن تخسري على المال. نعم نعم. يعني بالختام بدنا نشكرك دكتور منير على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، واكيد دائما بندعو كل الشباب والصبايا انه يتوجهوا للمنصه على الانترنت لحتى يستفيدوا. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله يكون صباح ريادي. شكرا لك دكتور منير عباس، رئيس جمعية الموارد البشرية، على وجودك معنا. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك.